قد أصبح الدين منه يشتكي سقما. وين راح يا أبو علي؟ وين راح يشتكي؟ قد أصبح الدين منه يشتكي سقما ولا إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأصت الدين الحنيف ذوى إلا إذا دمه في كربلاء سبكا. صيح دين الهدى لازم بجاهد في علاج والدارك وعدل بكل صورة وجاجة. يا ربنا ما لي بعد بالعمر حاجة ونظر الأمة جاهلية وتعبد وتعبد جاهل ندي يحسن لربك وناجيني عن الشهر عشر ملزوم جازي يوم القيامة بتلقي طهبها بأعاديك وياي واللي يوالي الكون لفوزك بحور وسوى أبو علي الولع نال وقصد صمصوم الأعادي ولن الحجار والسهم وارباحه وزعوا خروص وحمال الدين وعديه. يا ربنا الشريع والناموس فرما. لكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليه توكلت وإليه أنيب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صلوا على محمد وعلى محمد. كل مشكلة حل، ما في مشكلة ما فيها حل، ولكن تتفاوت الحلول بحسب حجم المشكلة ومقدار المرض. يعني الآن الإنسان الله يبعد السوء والبلوى عنكم وعن شيعة علي في مشارق الأرض ومغاربها ما يتعرضون إليه من البلاء ومن العداء ومن القتل ومن الهات على حساب مسألة من المسائل ألا وهي ولاية محمد وغير محمد. يعني أنت لو تترك الولاية تعيش في هذه الدنيا منعم، تعيش في هذه الدنيا معزز، تعيش في هذه الدنيا في نظر البعض مكرما. ليش؟ لأنك تركت هذه الولاية. مساك الله بالخير من هذا الشيء. زين تركت هذه الولاية. هذا الحال كان الذي يتبعه معاوية وغير معاوية. يعني شلون شوية نقف على التاريخ، يعني لابد أن نعرف ما جرى فيه. معاوية شنو كان يسوي؟ معاوية دخل الإسلام كرها، ما دخل طوعا، من الطلقاء هو. لا ناخذ على واحد، يعني أعرف أنه ما أسمع حتى لأن أبوه لما تولى عثمان على الخلافة دخل إليه عثمان من بني أمية، قال له يا ابن أخي أمعنا أحد بالدار؟ قال لا يا
ليس معنا احد. قال ونفس والله ونفس والذي نفس ابو سفيان بيده. ما قال والله والذي نفس ابو سفيان بيده ما من جنه ولا اخر زمان الله اعمى بصيره وبصره. اجى للامام الحسين قال له شو بعيد بين لك شلون عداء بني اميه خصوصا للامام صلوات الله وسلامه عليه. اجى الى الامام قال له يا ابن اخي بعد ان تولى عثمان الخلافه قال له يا ابن اخي خذ بيدي الى البقيه. مسكه الامام من يده وغاضيه الى البقيه قال اصعد بي على تلع اصعد بي على تلع. فوضع يديه حول الخبر يعني بهذه الطريقه خلاها ونادى باعلى صوته يا اهل البقيه ان الذي كنتم تقاتلون عليه اصبح الان في يدي غلمان بني اميه يتلاعبون به كما تتلاعب الصبيان بالكره. يعني وين يقول العهد اللي احنا جايين لان ابو سفيان جاء امير المؤمنين علي قال لي يا ابا الحسن ان اردت ناصرا انا راح انصرك بعزوتي باهلي بمالي راح اسلح لك الكل. يقول لي امير المؤمنين وليش جاي تنصرني انت مو اشد الناس كرها وبغضا الي؟ شنو تريد من وراء هذه النصره؟ قال ان تشركني معك في الامر يعني اصير من الخلفاء او من هذه الامور. قال لي يا امير المؤمنين امضي روح شوف لك واحد غيري ويعرف الامام صلوات الله وسلامه عليه مدى حجم هذه الخطوره والنبي اعلنها اذا رايتم معاويه على منبري فاقتلوه. يعني ما ادري انا يعني نعيش في زمان وش نقول لك؟ والله اشتهي اقول هالكلمه. يعني لما تجي الى شخص وتقول له هذا حصان يقول لك لا هذا اعزك الله حمار. يعني يعيش في زمان الاستحمار. يقول لك روايه صحيحه عن النبي ومذكوره في مسلم وفي البخاري وفي كثير من الصحاح ومن كتب التاريخ اذا رايتم معاويه على منبري فاقتلوه. وذاب حين هلكون هلاك بخال المؤمنين. زين ابو محمد ابن ابو بكر خال المؤمنين ليش ما تاخذونه؟ شنو ناقصنا محمد ابن ابي بكر ربيب امير المؤمنين علي؟ ليش ما اليه ذكر في كتب التاريخ؟ ليش ما اليه من الفضائل؟ ليش؟ لانه موالي لعلي بن ابي طالب. خال المؤمنين من وين خال المؤمنين؟ ذا كان هو خال المؤمنين هذا خال المؤمنين. كثير من الصحابة أخوال المؤمنين. كل إخوان زوجات النبي ليش ما راحوا إلى ذوي خديجة رضوان الله تعالى عليها أمنا أم المؤمنين ما صاروا إخوانها أخوال المؤمنين؟ الحارث بن خويلد وغيره. ليش فقط هذا الرجل كاتب الوحي؟ لا المشكلة اللي يعني توجع الحال يعني مرارة يعيشها الإنسان يرسل إليه النبي قوم وما كتب إلا مرة أو مرتين. يعني إذا نزينا نقول ثلاث شلون كاتب الوحي من ثلاث مرات؟ وأمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه رجله رجل النبي فوق رجل أمير المؤمنين علي وعلي ما سأله اكتب يا علي ويكتب أمير المؤمنين ما قالوا إلى أمير المؤمنين بأنه كاتب هذا ثلاث مرات. النبي رسل عليه وقل له ادعوا لي معاوية. قال له يا نبي الله إنه يأكل. قال ادعوا لي معاوية راحوا له بعده يأكل. قالوا له يأكل. قال ادعوا لي معاوية راحوا له قالوا له يأكل. شنو قال النبي؟ لا أشبع الله له بطنا. اسمع أنت الترقيعة شلون قال لا أشبع الله له بطنا لكي يأكل ويتقوى بدنه. لكي يأكل ويتقوى بدنه وتصير عنده طاقة ويقدر يكتب ويجاهد. يعني وابن العاص يقول له يقول له ما لك أن تقف عن الآن وقف شوية ارجع لليعقوب وشوف. قل لي وقف قليل عن الاكل
هو بنفسه يقول هي دعوة أصابتني من محمد بعد ما قال رسول الله، قال هي دعوة أصابتني من محمد. يقول والله يا ابن العاص أكلت حتى كلفت كا، يقول الحين تجل من زود ما أكل، يقول بعد ما أشعر بالشبع حتى لما ترجع إلى وصف معاوية بأن كرشه على فخذيه. وجلك يوم من الأيام، وجلك يوم من الأيام ثمل سكران طالع من ليلة حمراء وجو نزل، كان ليلة الأربعاء، ولما جاء صباح يوم الأربعاء نزل وراح يصلي بالناس صلاة الجمعة. هذه مذكورة في الصحاح ومذكورة في كتب أهل السنة. هذا إمام، هذا خالد المؤمنين، هذا كاتب الوحي. إيش؟ خلنا نراجع التاريخ وشوف هذا لحد الآن ما تحتنا شو، كله من عند الجماعة مو من عندي. أنا شلون أقد الشخص في مثل هذه الأمور؟ وارجع إلى قبل، أبو سفيان كان يقول إلى النبي قل والله أنا خلفك يا محمد، قل لأمير المؤمنين علي قل سأنتقم منك يا علي، وإن لم يكن فيك ففي ولدك، راح أنتقم منك. ولذلك أعلن آية ليت أشياخي ببدر. شوف هذه كل أحقاد بدرية، على ماذا تقاتلوني؟ فريضة غيرتها، سنة ذكرتها، بخطير قتلتون، بمال استلبتون، بجراحة من قصاص، كلهم موالية. أجابوا لما ترجع السبب الرئيسي، أجابوا بأجمعهم حاشاك أبا عبد الله. تعرف يعني شنو حاشاك مولاي؟ لما أخلي ألف يمين على القرآن الكريم تقسم كلمة حاشا عن ألف يمين على القسم. حاشاك أبا عبد الله، ليش تقاتلوني؟ أقول حميد بن مسلم فأجابوا بأجمعهم نقاتلك بغضا منا بأبيك. وانت الآن أخذ قيس الموضوع، ارجع لزمننا. واحد يقول والله احنا مشكلتكم انتم، مشكلتنا احنا شيعة. يا اخي هذه الكلمة غلط، ما اقول مشكلتي، اقول الحمد لله رب العالمين الذي ثبتني على الولاية، هذه نعمة. اقول الامام اذا احب الله فرد قذف محبته، قذف محبتنا في قلبه، وان بغض الله فرد نزع، فرد نزع محبتنا من قلبه. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك لما مسكت دولة بني أمية، أول مسألة من المسائل التي قاموا بها، قاموا وين؟ يتتبعون شيعة علي بن أبي طالب، واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني، أخذهم الشيعة، هجروهم، قتلوهم ميتاً وغير ميتاً. لكن المشكلة والأساس العظيم إن بعد هذه المشكلة معاوية، وكان على صلح مع الإمام الحسن، قال إليه الإمام في صلحه وإن يكون الأمر من بعدك إلي، زين، وإن لم أكن أنا على ظهر الوجود يعني حي، فليكن لابني لأخي الحسين. حين المسلمين كلهم موقعين على الصلح الذي وقع عليه معاوية وأمين والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يوم ثاني صعد معاوية على المنبر، قال لقد وعدت الحسن بن علي بوعود ولست وافيا له بشيء منها، قل ما قاتلتكم لكي تصوموا ولكي تصلوا وتزكوا وتحجوا، قال ليش قاتلتكم لكي أتأمر عليكم، والحمد لله الذي بلغني هذا وأنتم له كارهون. الحين لما مات معاوية كل المسلمين يعرفون بأن بعد هلاك معاوية الأمر يكون إلى من مولاي؟ إلى الإمام الحسين. جاءوا إلى سير جون، قالوا له يا سير جون، قال بلى، الآن يزيد الكل يعرفك، من ضمنهم الوزغ بن الوزغ، هذا مروان بن الحكم، مروان بن الحكم
هذا كان يعيش في الشام مع معاوية. قام معاوية قال لي اخرج من الشام وإلا قتلته. بقول لي أتطرد قريبا؟ قال هذا أخشى عليه أخشى على نفسي من. بقول شفتوني الشيطان يخشى على نفسه من مروان بن الحكم. معاوية يقول الشيطان يخاف من مروان بن الحكم. قال لي اطلع طرده ما يريده. قال انزين. قال ودى الى الوليد بن عتبه. قال الوليد بن عتبه هذا ما يعرف يتصرف. قال خليه يستشير الوزغ بن الوزغ. الوزغ بن الوزغ لعين بن لعين يعرف شلون يتصرف. كتبت الرساله بعدهما اعلن موت معاويه. خلوه كم من يوم ما اعلن موته. لما وصلت الرسالة إلى أهل المدينة دخلت إلى الوالي قراها الوليد بن عتبة. شو ما سوي لها؟ قال لي إذا أردت إذا استعصى عليك الأمر يأمرونك باستشارة مروان بن الحكم. زين حتى الوليد بن عتبة طرد مروان بن الحكم من قصره ما أريد أشوفه. قال لي لقد أرسلت إلي وبعثت إلي. قال بلى. رمى عليه الكتاب. قال اقرأ. تبسم اللعين وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد مات أمير المؤمنين معاوية. قال لي أتمم الرسالة وخذ البيعة به من أهل المدينة وبالخصوص من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي بكر. التفت. هل ابن عمر وابن أبي بكر عندك الخبيث بن الزبير هذا مشكلة. أنت تعرف خبثه وكرها وبغضه إلى بني أمية وإلى أولاد عاد. تعرف بأن عبد الله بن الزبير أول من رفع الصلاة على محمد وآل محمد من على المنبر ما قال؟ قال وقال محمد قال إذا قلته فأنتم صلوا عليه. يعني صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الله من ذكر القائمة فقام. يعني حتى النبي إذا ذكر اسمه ما صلى عليه. هذا ابن الزبير. قال وابن الزبير بعد عندنا إليه حال عندنا إليه شعبه. يقول لكن عندنا ابن فاطمة. هذا أنت تعرف المشكلة كلها مو ابن الزبير مع ابن فاطمة. لأن الناس تعرف بأن في الصلح الذي قام به معاوية والإمام الحسن والحسن بن علي أن يكون الأمر من بعد معاوية إلى الحسن بن علي. وإن لم يكن الحسن بن علي على وجه الأرض فإنه إلى الإمام الحسين. قال لي أنا أعطيك حال فيهم أربعتهم إلى هنا ودعهم يبايعون ومن أبى منهم أضرب عنقه. وبالخصوص الحسين بن علي رد عليه الوليد بن عتبة قال سوّد الله وجهك. قال لي ليش؟ قال تريد أن تجعل في عنقي دم ابن فاطمة؟ الوليد يقول لي في بتورطني بدم الحسين مو بالدنيا بالآخرة. شنو العذر أمام رسول الله؟ لعنة الله عليك وعلى مشورتك. قال افعل. قال أنا أدعوك أجيبه. تحكي لي إني أضرب عنق؟ لا فاجر. تقف لي فاطمة في المحشر. ما تقف لي رسول الله بالمحشر. ما سود الله وجهك يا أيها الوزغ. قل لي سود الله وجهك أيها الوزغ بن الوزغ. ما كذبت فيكم هذه الكلمة.
وهو من بني أمية أرسل عليهم أربعة أطفال. لما وصلت إليهم الرسائل كلهم توجهوا، ثلاثة ابن الزبير وابن عمر وابن أبي بكر كلهم راحوا إلى الإمام الحسين بالمسجد. الإمام كان يلقي درسا في تفسير بعض الأحكام، نظر إليهم الإمام تبسم. أول ما وصل قال السلام عليك يا أبا عبد الله. قال وعليكم السلام، وصلتكم؟ قال لك علم يا أبي، نحن من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، بعد تسألوني أما تعرفوني من أنا؟ أنا جدي محمد وأبي علي وأمي فاطمة الدرة المعصومة. قال وما أنت صانع؟ قال وش بتسوي؟ قال ابن أبي بكر. أنا ابن أبي بكر وش كان؟ قال أنا ألزم محرابي، ما بعد راح أقعد في محرابي وأقول حلال وحرام وما لي شغل بالدولة ولا السياسة. وأنت يا ابن عمر؟ قال أنا أغلق علي باب داري. من الزبير الخليل قال له أنت يا أبو علي؟ أبا عبد الله. وأنا التفت الإمام إليه بنظرة متبسم قال يا ابن الزبير، نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والقرآن والتنزيل، وعندنا علم الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة لعاب بالقردة والكلاب والخنازير ومثله حشاكي وعجل. قال عجل روح الليلة. قال روح، لكن ما راح اطلع لوحدي، راح اشوف من معايا. ولجم الليل والليل، وقف الإمام عند بيوت بني هاشم ونادى نور عيني عباس، عبيدي العباس، حزام ظهري العباس، لبيك أبا عبد الله، لبيك سيدي ومولاي، أين أنتم يا بني هاشم، يا أبناء عقيل، يا إخوتي، يا أبناء الحسن؟ كلهم جوا لبيك أبا عبد الله. قال الآن أريدكم تجون معاي نروح دار الوليد. أنا راح أدخل إلى الدار وانتم تقفون على الباب. وفاضل نور عيوني للبيك أبو علي. قال إذا رأيتم صوتي قد ارتفع فاهجموا الدار هجمة، محلقين رؤوسكم شاهرين سيوفكم. أمرك أبو علي أمرك، يعني تعرف شنو محلقين رؤوسكم؟ العمايم مي على رؤوسكم، يعني هذا معناها الموت دونك أبو علي. خرج الإمام ملحست من الحسن مثنى لما رحنا إلى دار الوليد، يقول شوف حال عمي الحسين، خرج في قناديل تحوطه يمنة وشبابه. ودخل إلى دار الوليد، كل من شافه في الدار وقف إجلال واحترام. مشى الوليد إليه، والوزغ ابن الوزغ بعد ما قدر من هيبته وقف. إجا إليه الوليد، أجلسه إلى مكانه. قال حلمت أهلا وسهلا يا أبا عبد الله. قال له الإمام لقد بعثت إلي. قال بلى، إني أنعى إليك أمير المؤمنين معاوية. قال الإمام كل من عليها فاف وكل نفس ذائقة الموت، هذه هي الحياة، وليش جاي بني الآن؟ ليش ما أعلنتون بالمسجد؟ يا أبو علي أردنا نأخذ البيعة من قال معاذ الله. أنا شخص معروف بين المؤمنين إلي كالذي نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون. الإمام ماذا غدا راح أبايع؟ البعض يأخذها مسألة ويش؟ إن الإمام قال ويش؟
إذا غدا يبايع الناس ما نحن نبايع الإمام، ما قالها، قال ننظر وتنظرون، ما قال نبايع، قال لهم خيرا يا قام الإمام أخذ يتمشى خطوات إلى الباب، ونداد ابن الحكم وزغ ابن الوزغ يقول يا أمير إن فاتك الثعلب لم تغفر به، دعه يبايع وإلا فاضرب عنقه الآن يا أمير. التفت إلي الإمام وعينه محمرة وقد ارتفع صوته، قال أتهددني يا ابن الزرقاء؟ مجرد أن ارتفع صوت الإمام وإذا بدار الوليد اقتحمت من أبي الفضل وجماعة بني هاشم محلقين الرؤوس منادين لبيك أبا عبد الله. تعد من في الدار، وقف الوليد على رجليه مروان مثل السعف التي يتلاعب بها الريح. لخفت يا مروان الآن تريد تضرب عنقي؟ شفت أبو الفضل بسيفه وخوف؟ قال تهددني يا ابن الزرقاء وأنت تعرف من والدي؟ هددني وابن علي بن أبي طالب؟ اسمع يا أمير، إن يزيد الرجل فاسق فاجر، قاتل للنفس المحتورة محترمة، شارب للخمر، لعاب بالقردة والكلاب والخنازير، ونحن من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والملائكة والتنزيل والتأويل، ومثلي لا يبايع. طلع شلون طلع؟ قلت طلع مدقد منهم أبو الفضل، فرسان بني هاشم حلقة دائرة، حلقة على حلقة محيطين، وإنكم عن يوم العاجل ينادي ألا من ناصر. طلع يمشي على سكينة واستخرى رمى حلا ذيك الطلعة على بني هاشم، وصل إلى البيت إلى بيوت بني هاشم. شنو قال الإمام؟ قال كل منكم يمضي إلى داره. أمرك أبو علي وأنت يا أبو علي؟ قال راح أجدد وداع، راح أجدد وداع. وطلع الإمام يمشي وإذا بأقدام من خلفه، أخي عباس من هذا؟ قال سيدي ومولاي خرجت في ظلام الليل أخشى عليك الغدر، أخشى عليك أن يقتلوك، هذا ما عندهم دين ولا ضمير. قال خويا روح إلى دارك، روح لم قرير العين، خل هذه السلة إلى بكرة يا أخويا، إلى يوم العاشر أريدك. رجع أبو الفضل العباس وأخذ خط الإمام حتى وصل إلى تلك الحجرة الطاهرة، ودخل إلى تلك الحجرة وامتد على ذلك القاب وانحنى عليه ونادي السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا رسول الله، أنا فرخك ابن فرخك وصبتك الذي خلفته في أمتي، يا جدة أرى إلى الدنيا علي كثيرا، ضمني عندك يا جدة. يا مولاي يا حبيبي ارفع صوتك، ارفع صوتك، ضمني عندك يا جدة. Yeah.
I'm
الرشيد ليت للوطن ما يرجو. اسمع حبيبي هالمصيبة يا بتولة نسيتش كسر الغلو. هالمصيبة يا بتولة نسيتش كسر ومن مات على الإيمان لجميع أنتم الفاتحة.